السلام عليكم ورحمة الله. احنا الان في منطقة كاشستو، جينا نصور لكم شقة 5 غرف وصالة. مساحة الشقة 260 متر مربع. الدور السادس، عندنا المدخل هنا. اول ما ندخل الغرفة الاولى، داخل مجمع سكني متكامل. عندنا المطبخ، دواليب المطبخ جاهزة للركبة، وهذا نكون مشتركة ما بين المطبخ والصالون. عندنا هنا الصالون، مساحة واسعة وشبحة ما شاء الله. نطلع نشوف البلكونة. طبعا منطقة كاشستو معروفة بأنها منطقة قريبة من الخدمات، من مطاعم وكافيهات، بالإضافة إلى الأسواق. طبعا هذه المساحة في البلكونة، مساحة واسعة جدا. زي ما ذكرنا اشترك ما بين الصالون والمطبخ. نجي نشوف تفصيل الشقة. عندنا هنا دورة المياه الأولى، أكرمكم الله. دورة المياه الرئيسية المروش. نشوف الغرف. عندنا هنا الغرفة الثانية، مساحة جيدة. الغرفة الثالثة، أخيرا الغرفة الخامسة، غرفة النوم الرئيسية، برضو لها بلكونة خاصة فيها، بالإضافة إلى دورة مياه خاصة فيها. والمساحة هذه ممكن تستخدمها في مساحة قريبة من الملابس. عندنا هنا دورة المياه الخاصة بغرفة النوم الرئيسية والمروش. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.